فانا الحقيقه بس حبيت ان انا يعني، ومش هتكلم كتير في الموضوع ده لانه هقول لكم مفاجاه تانية، هقول لحضراتكم مفاجاه تانية، ان انا يوم الثلاث ان شاء الله حلقه خاصه من سهره مع، حلقه خاصه من سهره مع هيكون فيها مدير كره في النادي الاهلي نجم سيد عبد الحفيظ. بالمناسبه كل سنه وانت طيب يا عرب، هنقول له كل سنه وانت طيب يوم الثلاث ان شاء الله في برنامج سهره مع، هنكون حلقه ان شاء الله ان شاء الله هتعجب حضراتكم جدا. هنتكلم فيها عن كل ما يخص فريق كره القدم في النادي الاهلي، كل الاسرار، كل الاسرار اللي نقدر نقولها من خلال قناه النادي الاهلي عشان تسمعوا الكلام الصح، تسمعوا حضراتكم تسمعوا الكلام الصح. ولكن التاليف، التاليف اللي انا كنت بقوله من شويه ده، ما هو الا مجرد تاليف، ما هو الا مجرد تاليف. ناس بتقعد تألف 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 تألف، بس خياله واسع. اللي عمل القصة دي خياله واسع شوية.